البنات اليوم بغيت نشارك معكم كاكتوس صبار نوريكم منين كنجي نهزو باغي هنا نبت في الخلا نوريكم الطريقه درت موه داير بحسابي ليغون راكم عارفين المزايا ديالو داك كنحيدو وندير لي دو كوتو هكا باش داك الشوك ديالو ما يقيسنيش وفيت هنا ها هو من بعد غادي جبت كرتونه معايا نديرهم في واحد لابوط الكرتونه ان ميكا راك عارفين غادي الشوك ديالها تقل من بعد غنوريكم كيفاش تحلوه بلا ما يقيسكم هذا الشوك اللي خطر تو دوسمون كيفاش تحلوه تاخذوا داك البنات غنوريكم كيفاش تنقيو انا دابا لقدتو الصبار كاكتيس اون فرونسي ما عرفتش شنو كيعيطولو في الا كان شي بلاد اخرى المهم انا لقدتو ديرو طونسي بزاف مع الشوك راه دير بارتو فيه الشوك بزاف وماضي هاد الشوك ديالو كيضر تحلها انا نحاول نحلها باش نحيد منها داك الماء هو كيبان لكم كيخرج باش نديرو الوصفه ديال الشعر غزال للشعر ترطيب الشعر انا كنحاول دايره واحد جوج لماس باش كنحاول نصاوب بهم بلا ما نقيس بيدي نقسمو في النص وانتما الطرف هذا كنقسمو في النص ومن بعد عاد نحيد داك الماء ديالو الدخلاني ولكن صعيب مع هاد الشوك كيوحل فيه دايره الطريقه ديالو باش كي ندافع على راسو ها هي البنات حليتها في النص شتو ها هي هاد النص هذا وهاد النص هذا وحنا غنخرجوا هاد الماء وهاد الجل اللي داخل فيها مع هاد لابارتي وهاد الطرف الخضر اللي فيه حتى هو الفائده كلشي هذا نحيدو غادي نطحنو وهاد الكوطي ولا هاد لابارتي اللي فيه الشوك هو كله مزيان ولكن هاد لابارتي اللي فيها الشوك ما غاديش نقدر نحيد الشوك دونك ما عندي ما غاديش نرميه ما غاديش نقدر نكارديه ونحتفظ به وهذا هو اللي غنحتفظ به هذا وغادي نحاول نزيد نقطع الداخل ديالها القلب ديالها هكذا بالموس فوالا ها هو الطروفه وغنبقى نحيدهم هاد الطروفه هما اللي غادي نوريكم واحد الطرف فوالا هذا هو اللي غادي نحتاجو ندوب ها هي كنكرط بها كتحيد كلشي ومن بعد غادي نجمعو كنديرو هنايا هاد السلافه نحاول نجبد شي معلقه